ككل عيد وللأسف تتجدد هذه المشاهد بعد عملية نحر الأضحية، رغم الحملات التوعوية والتحسيسية بضرورة رمي بقايا الأضحية بطريقة حضرية. كل واحد يخرج كما يحب هو، يرمو زباك، شوف ما من الهدورات هم يرموا فيهم، شوف ما من الهدورات هم يرموا فيهم، الهدورات هم ما يترموش في الزبلة، ما يرموهم في الزبلة الهدورات. كل عام إن شاء الله نرفدوا هذا الزبل، نديروا بلاصة في شكارة ولا زيت شكارة داخل شكارة ونحطوه في بلاصون. نورمالمون الناس تحشم على الزبل هذا اللي راهم يرموا فيه برا، وإنسان يتقي الله في نفسه ويحترموا هاد الخدامين هادو. عمال النظافة الحلقة الأهم في عملية التنظيف يعانون الأمرين في جمع النفايات الموضوعة بطرق عشوائية من مواطن همه الوحيد التخلص من نفاياته بأي طريقة. جينا هنايا عاوناهم في سليخة في الدار وذبيحة وجينا نكملوا المهام تاعنا. دوكا الهيدولات عندهم جروب تاعهم سبيسيال. دائما هكذا البارح للبارح دائما هكذا، سيدو هذه الأيامات الخدمة راهي بلا بريسيون، تعرف الناس العيد وكذا يخرجوا كلش كذا، ربي يكون معنا وخلاص. هو حال شوارع العاصمة في اليوم الأول من عيد الأضحى، روائح كريهة ومناظر مقززة رغم تخصيص عدة شاحنات نظافة للتخلص منها، لكن هذا لا يكفي إذا لم يساهم المواطن بقدر كبير في نظافة محيطه.